هلو، هاو ار يو؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته طلابي حبايب قلبي، طلاب الصف الاول الابتدائي، اصحاب منهج كونكت بلس 1. ويلكم باك. خلصنا يونت 4 والنهارده بنبدا مع يونت 5 بعنوان ترانسبورتيشن، يعني وسائل المواصلات. هنتعرف عن كل وسائل المواصلات اللي احنا نقدر نروح بيها في اي حته، وهنحفظها باغنيه حلوه قوي قوي قوي، وكمان هنشرح قاعده جرامر خفيفه جدا عشان نعرف نتكلم كويس قوي. كل ده هنعرفه فيديو النهارده، بس يلا بسرعه بقى، كبر الشاشه وهات ورقه وقلم واكتب ورانا، او اعمل سكرين شوت للكلام اللي احنا هناخده عشان تحفظ معانا مع بعض. هترددوا ورايا يا اصحابي. اول حاجه هنتعلمها الترانسبورتيشن، يعني وسائل المواصلات. وسائل المواصلات اسمها ايه؟ ترانسبورتيشن. 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 Lower your voice please. اول حاجه من وسائل المواصلات اللي بنستخدمها هي ترين. قطر. قطر يعني ايه؟ ترين اللي بيسافر مدن وبلاد بعيده. قطر بيمشي على القضبان، بيمشي على قضبان حديد كده. قطر ترين. قطر ترين. قطر ترين. قطر ترين. قطر ترين. كمان من الترانسبورتيشن اللي عندنا، عندنا باص بنروح بيه المدرسه. اتوبيس باص. اتوبيس باص. بي يو اليو ميك ذا ساوند اه بنقول با با بس. كمان مش عايزين ننسى ترين اللي بيخلينا نقول اي. خدناها الفيديو كونت فور، الاي وراها اي، الاي وراها اي، فنقول ترين. يبقى قطر ترين، اتوبيس بس، عربيه كار. عربيه كار. دي العربيه بقى اللي بابا بيخرجنا بيها عفوا وبيودينا بيها اماكن. طيب بعد كده عندنا تراك. تراك يعني شاحنه. العربيه النقل الكبيره اللي بيبقى فيها صندوق مقفول كده اسمها تراك. 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 التي والار مع بعض بنقول تر تر. تراك. 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 السي والكي يبقى تراك. عارفين بطة دك؟ فاكرينها؟ دي يو سي كي دك. دي بدل دي تبقى تي ار. تي ار يو سي كي تراك. تي ار يو سي كي تراك. شاحنة تراك. شاحنة تراك. شاحنة تراك. تي ار يو سي كي تراك. تي ار يو سي كي تراك. بعد كده عندي مركب. المركب اسمه ايه؟ بوت. ودي برضو خدناها فيديو في يونت 4. بوت الاو وراها ايه؟ او. او يبقى بوت مركب. بوت مركب. بوت مركب. بوت. بعد كده فان. عارفين العربيه الميكروباص الصغيره؟ دي اسمها فان. اسمها ايه؟ فان. عربيه ميكروباص فان. عربيه ايه؟ ميكروباص الصغيرة فان. بعد كده عندي طيارة. ايربلين. طيارة ايربلين. طيارة ايربلين. نحط قبليها ا ولا ان؟ ا. عشان الاي اي اي ده صوت فاول، صوت شقي، فلازم نقول قبليه ان. انما كل دول اصوات كونسونانت ساكنة مش بتعمل شقاوة، فعشان كده بنقول قبليها ا. A a train, a bus, a car, a truck, a boat, a van. إنما airplane نقول an airplane. طيارة airplane. طيارة airplane. طيارة airplane. برضو الـ A وراها I. A. Air. Airplane. طيارة airplane. طيارة airplane. Subway train. Subway train. عارفين المترو اللي يمشي تحت الأرض؟ هو ده اسمه subway. Subway train. Subway train. نحط قبليه أ ولا أن؟ أ. لأن ده صوت مش vowel، فنقول أ subway train. Subway train. Subway train. طب عجلة يعني إيه؟ Bicycle. عجلة. Bicycle. عجلة. Bicycle. عجلة. Bicycle. عجلة. Bicycle. بعد كده عندي a motorbike. المكنة. عارفين المكنة أو الفيسبا أو الموتوسيكل؟
اي حاجه بتمشي بموتور وبتعمل اي دي اسمها موتور، بيبقى فيها موتور. موتور بايك، موتور بايك هي شبه العجله بس بموتور، عشان كده بتمشي لوحدها اسمها موتور بايك. موتور بايك يبقى العجله بتاعتنا اللي احنا بنلعب بيها دي اسمها بايسكل. بايسكل 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 موتور بايك موتور بايك موتور بايك موتور بايك. بعد كده بنقول بقى بص كده، لازم عشان نعدي الطريق نبص على الترافيك لايتس. بنبص على ايه؟ ترافيك لايتس. نبص على ايه؟ ترافيك لايتس يعني اشاره المرور، بتبقى احمر واصفر وازرق او اخضر، احمر واصفر واخضر ترافيك لايتس. عارفين ان الجي والاتش دول مش بيتنطقوا، وبنقول المقطع ده على بعض اي جي اتش تي. اول ما اشوفه كده اقول ايت، اقول ايه؟ ايت زي ايت. يس اقول ايه؟ ايت. فلو حطيت هنا ان تبقى نايت بالليل، لو حطيت اف فايت تبقى فايت يعني يتخان او يتشاجر، لو حطيت ال لايت لايت اللي هو الضوء. ترافيك لايتس اشاره المرور، ترافيك لايتس اشاره المرور. طب يلا بقى نقول لاصحابنا الاغنيه الجميله اللي احنا حافظينها على الترانسبورتيشن. يلا وات ار ذا ترانسبورتيشن؟ اترين بس اقار. نو 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 بالراحه بقى. اترين بس اقار، اترين بس اقار، اترك ابوت افان، اترك ابوت افان. Again, a train, a bus, a car. A train, a bus, a car. A truck, a boat, a van. A truck, a boat, a van. An airplane. An airplane. A subway train. A subway train. A bicycle, a motorbike. A bicycle, a motorbike. Look at the traffic lights. Look at the traffic. One more time, let's sing together. A train, a bus, a car. A truck, a boat, a van. An airplane. A subway train. A bicycle, a motorbike. Look at the traffic lights. One more time. يلا نقولها عشان صحابنا يغنوها مع بعض. A train, a bus, a car. A truck, a boat, a van. An airplane. A subway train. A bicycle. A motorbike. Look at the traffic lights. يعني انظر الى الترافيك لايتس. تعالوا بقى نتعلم الجرامر اللي في lesson 3. دول كانوا دروس 1 و 2. lesson 3 بيقول لك what can you see؟ What can you see؟ ماذا ترى؟ What can you see؟ إيه اللي أنت تقدر تشوفه؟ ساعتها لازم أقول I can see، أنا أقدر أشوف. I can see، أنا أقدر أشوف. وأشوف بقى أي حاجة من وسائل المواصلات اللي قدامي. يعني مثلا يا ياسين، لو أنا سألتك وقلت لك، شاورت لك كده وقلت لك What can you see؟ A train. هتقول ترين كده بس؟ I can see. أنا أقدر أشوف. I can see. أنا أقدر أشوف. I can see. أنا أقدر أشوف. I can see إيه؟ ترين. ترين ولا a train؟ A train. I can see a train. طيب يلا يا جانا. What can you see? I can see a تراك. اسمها ايه؟ تراك. شاحنة. تراك عربية نقل كبيرة اسمها ايه؟ تراك. شاحنة. تراك. شاحنة. تراك. طب يلا يا جودي. What can you see? I can see an airplane. برافو. I can see an airplane. طب يلا يا مريم. And what can you see? I can see a bicycle. Excellent. And Teja, what can you see? I can see bus. A bus. I can see a bus.
سؤالكم what can you see، واجي اشاور على حاجة واقول what can you see، تقولوا ايه؟ I can see. والحاجة بقى اللي بشاور عليها I can see، يعني انتوا دلوقتي تقدروا تقولوا لي جمل على اللي انتوا شايفينهم دول كلهم؟ يلا number one I can see a train. Train. Can you see a subway train? No, I
subway train. لا no ايه no I can't. No ايه no I can't. No I can't. انا ما اقدرش اشوف. No I can't see. No I can't see. No I can't see. طيب جودي can you see a boat? No I can't see a boat. Excellent. يلا يا تاج again. Can you see a car? Excellent. No, I can't see a car. يبقى لما اجي اسالكم can you see, ما انت قلت يا ياسين. طب يلا one more time ولا تزعل نفسك. يلا can you see a truck? No, I can't see a truck. Excellent. مريم again can you see a bus? Bus? No. No, oh, I can't see bus. A bus. I can't see a bus. طب يلا جانا one more time. يلا يا جانا. Can you see a truck? No. Can you? No, eh? No, I can see. Excellent. No, I can't see a truck. Okay. يبقى نعرف صحابنا. أما أجي أسأل حد وأقول له أنت تقدر تشوف دي، يعني مثلا أقول له can you see a marker? Can you see a marker? Yes, yes I can. كلنا شايفينه فهنقول yes I can. أنا أقدر أشوفه. طب لو أنا خبيته وأقول لك can you see a marker? No, I can't see a marker. 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 يبقى من الأول تاني نقول الأغنية قبل ما أصحابنا ينسوا. يلا what are the transportation? A train, a bus, a boat, a van, an airplane, a subway train, a bicycle, a motorbike. Look at the traffic light. طيب لما انا اسالكم can you see a bus? Yes I can. طب لو احنا مش شايفينه No I can't. No I can't. No I can't. ممكن اقول I can see a bicycle. انا اقدر اشوف bicycle. اوكي كده. طب لو انا قادر اشوف اقول ايه I can see. طب لو مش قادر اشوف No I لا لو مش هقول نوبه عايز اقول انا مش قادر اشوف اقول ايه I can't see. Excellent. I can see. انا اقدر اشوف. I can't see. انا ما اقدرش اشوف. يبقى I can see. انا اقدر اشوف. I can't see. انا ما اقدرش اشوف. وبكده خلصنا بقى حلقتنا. يلا بقى نحل يا صحابي معانا الدرس، وانتوا كمان لو عايزين تحلوا معانا اكتبوا لنا في الكومنتس عشان نعمل لايف ونحل مع بعض. شكرا. ولو انتوا على الفيسبوك او على اليوتيوب او التيك توك او كواي اي وسائل التواصل الاجتماعي بتتفرجوا على قناة اتعلم مع مريم، ومعاكم مس سلمى طارق، هتلاقوها في صندوق الوصف او في اول كومنت مسبب هتلاقوا كل لينكات التواصل الاجتماعي. يشرفني قوي ان انتوا تشتركوا وتعملوا لايك وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتنا. Say goodbye to camera. سلام.